قال رحمه الله: والمحبوب لغيره قسمان أيضا، أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه كشرب الدواء الكريه. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه. والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية، وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. نعم، يقول رحمه الله تعالى: المحبوب لغيره قسمان، المحبوب لغيره قسمان، أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يتألم به، ما يتألم به لكن يحتمله لإفضائه إلى المحبوب. فهنا وفق هذا التأصيل الذي ذكر رحمه الله تعالى، ينبغي أن يكون نظر العاقل والناصح لنفسه أن يكون نظره في المآلات وليس آنيا فقط، أن يكون نظره في المآلات وليس آنيا فقط. إذا كان نظر الإنسان آني ولم ينظر في المآلات أضر بنفسه وأهلكها، لأن النفس البشرية مثل ما ذكر رحمه الله تعالى تؤثر الراحة والخمول والدعة والرفاهية والتمتع والكسل، هذه تؤثرها وتميل إليها. فإن وقف مع هذه المطالب النفسية الآنية عطلته عن الخير، بينما إذا أعمل هذه القاعدة وكان منطلقا من هذه المحبة وما يحب منه شيء يلتذ به الإنسان، شيء يلتذ به الإنسان ومن ذلك شيء لا يلتذ به، قد يجد في نفسه شيء من الكراهة لذلك، لكن يقاوم هذه الكراهة انسياقا وراء تحصيل هذا المحبوب، فقد يكون مكروها للإنسان. انتبه هنا لمسألة الكراهة، ونص على مثال لها في الآية. هذه الكراهة كراهة ليست دينية، يعني هذه الأشياء توجد في النفس كراهة ليست كراهة دينية، وإنما كراهة في طبع الإنسان يميل إلى الراحة إلى الرفاهية. انظر تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: إسباغ الوضوء على ماذا؟ المكاره. هنا المكاره ليست دينية، لا يكرهه دينا وإنما يكرهه طبعا، طبع الإنسان يميل، لا نفسه تميل للراحة. هذا يحتاج إلى مقاومة، يحتاج إلى مقاومة، إلى نظر في العواقب. فهنا يؤصل ابن القيم رحمه الله أن المحبوب على قسمين، ليس المحبوب كله يلتذ به، بل هو على قسمين:
محبوب يلتذ المحب بإدراكه، والثاني ما يتألم به. لكن يحتمله وينبغي عليه أن يحتمله لإفضائه إلى اللام المحبوب. ولهذا المشاق التي قد تلحق الإنسان في بعض الطاعات أو التخلي عن الراحة، الآن لما يكون الفراش المرء على فراشه في الشتاء وفي دفء الفراش ملتحف بالغطاء متدفئ والجو في الخارج في برودة، ويقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، النهوض من هذا الفراش ومن هذه اللذة ومن هذه الراحة ومن هذا الدفء ما ينهضه إلا هذا المعنى الذي يتحدث عن رحمه الله تعالى. ولا كثير من الناس يسقط في هذا الموضع ويؤثر هذه الراحة التي لذة آنية على المقصود العظيم، بل فريضة الله سبحانه وتعالى القائمة التي يدعى إلى إتيانها وقصدها والاصطفاف مع المسلمين في بيوت الله لأدائها. فيحتاج المرء في مثل هذه المواطن أن ينظر المحبوب على قسمين: قسم يلتذ به، وقسم قد يجد في نفسه في طبعه قد يجد في طبعه كراهة لذلك فيميل إلى الخمول إلى الراحة إلى الكسل إلى التواني إلى الفتور، فيفوت على نفسه خيرا عظيما، بل يعرضها إلى العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. عقلاء الدنيا يقول يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبها من اللذة. هذا أمر معروف، يعني في المطالب الدنيوية الأمور التي يعرف من هو متجه إليها عاقبتها، تجد يتحمل مشاق شديدة جدا في انتظار عاقبة حميدة. هذا يدركه الناس في أمور الدنيا، يدركونه كثيرا في أمور الدنيا، لكنه شأن هذا المعنى في الدين أعظم. ينبغي الإنسان أن يكون بهذه الصفة. إذا كان أرباب الدنيا يتحملون مشاق عظيمة في تحصيل شيء من متع هذه الدنيا الزائلة، فلا أن يكون صاحب الدين الصادق في تدينه وتعبده لله سبحانه وتعالى في هذا المقام أقوى من أولئك في تحصيلهم لدنياهم. نعم.